مواضيع تهم الوضع في المنطقة، العلاقة بين العراق والجامعة العربية، والفعاليات المستقبلية للجامعة العربية. وتحدثنا عن سياسة العراق الخارجية في الوقت الحاضر ونتائج الزيارات التي قامت بها العديد من الوفود العراقية إلى دول الجوار، وخاصة زيارة السيد رئيس الوزراء والممثل وفد المرافق له إلى العديد من الدول الخليجية. تطرقنا أيضا إلى العلاقات العربية بصورة عامة مع دول الجوار، مع جارة تركيا والجمهورية الإسلامية في إيران، وناقشنا أيضا بعض القضايا المتعلقة بعمل الجامعة وكيفية التعاون معا في هذا المجال. جزء من نقاشنا كان متعلق بالوضع في سوريا، وأشرنا أن الوضع الغير مستقر في سوريا يؤثر سلباً على الوضع العراقي. إذن من الضروري العمل معاً ومع الدول الأخرى في الجامعة لإيجاد سبل لكيفية بناء آليات الحوار مع مختلف الدول اللي لها تأثير في الوضع السوري.